الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال شهر تموز الماضي ما يقارب 4 مليارات دولار، وذكر البنك المركزي في آخر تقاريره أنه باع خلال شهر تموز الماضي ما يقارب 4 مليارات دولار وبمعدل 264 مليون دولار يوميا، منخفضا عن شهر حزيران الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه حوالي 266 مليون دولار، مشيرا إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحمول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار. قالت مديرية زراعة البصرة إن إنتاج البيض خلال شهر تموز الماضي بلغ أكثر من 64 مليون بيضة، وأرجعت المديرية الإنتاج غير المسبوق لهذا الشهر إلى إصرار مربي حقول الدواجن في المحافظة على الاستمرار بالعملية الإنتاجية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود وكذلك ارتفاع درجات الحرارة الجوية. يأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة في بغداد بفتح الأسواق العراقية أمام البيض المستورد من إيران رغم الوفرة الكبيرة من المنتج المحلي واعتدال أسعاره. أكدت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة القنجي ضرورة مضي الحكومة في رفع أسعار الطاقة، مشيرة إلى تصاعد احتياجات تونس لتمويل استيراد الطاقة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فقط بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، بينما كانت تقديراتها في قانون الموازنة العامة تبلغ 1.6 مليار دولار للعام بأكمله. وقالت القنجي إن تونس تواجه عجزاً هيكلياً في ميزان الطاقة، مشيرة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة خاصة في ظل تضاعف دعم الطاقة في حوالي 3 مرات. أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق مبيعات رحلات الطيران القصيرة من مطار هيثرو في لندن لمدة أسبوع استجابة لطلب المطار بالحد من الحجوزات للتخفيف من اضطرابات السفر التي سببها الطلب الهائل ونقص العمالة. ويطبق القرار على الحجوزات الجديدة لوجهات داخلية من المملكة المتحدة ووجهات أوروبية تغادر من هيثرو أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل. وقالت الخطوط البريطانية إن الخطوة ستطبق على الرحلات القصيرة فقط التي يحدد طولها عادة ب3 ساعات. وأضافت الشركة إنها اتخذت القرار بعد أن حددت إدارة مطار هيثرو الحد الأقصى اليومي لعدد المسافرين المغادرين ب100 ألف مسافر حتى 11 من شهر أيلول المقبل. تراجعت أسعار النفط نحو 1% في التعاملات المبكرة قبل أن تقلص بعض الخسائر التي استبقت اجتماع منتجي أوبك بلس وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على الطلب على الوقود وارتفاع الدولار. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا لتصل إلى 100 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتا إلى 94 دولارا للبرميل. ويقول محللون إن هناك عدة عوامل تؤثر على توقعات الطلب بما في ذلك المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة وسياسة الصين صفر كوفيد التي تحد من النشاط في أكبر مستورد للعالم للنفط. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.